أهلا بكم من جديد. نطالع في صحيفة الصباح الرسمية: العراق والقمة العربية الصينية، المصالح أولا. أيضا نطالع المصادقة على التخطيط الإنمائي الشامل لبغداد. أما البنك الدولي 233 مليار دولار لمواجهة التحديات المناخية. أيضا وزارة التربية تقدر حاجتها بتريليوني دينار لمنحة التلاميذ والطلبة. أما لجنة الاستثمار النيابية نتجه لدعم القطاع الخاص لإبقاء العملة الصعبة داخل البلاد. نعم، نطالع في تفصيلات الأخبار. أكملت قيادة قوات شرطة حرس الحدود جميع التفاصيل المتعلقة بمسك الحدود العراقية التركية والعراقية الإيرانية وشرعت بخطوات التنفيذ. وسبق الشروع بهذه العملية اجتماع أمني في محافظة أربيل عقد أمس الأول بين وفد الحكومة الاتحادية الذي ضم وزير الداخلية عبد الأمير الشمري ونائب قائد العمليات المشتركة ومساعد وكيل الوزارة لشؤون الأمن الاتحادي وعددا من ضباط قيادة العمليات المشتركة وقائد قوات شرطة حرس الحدود ومدير دائرة العلاقات والإعلام رئيس خلية الإعلام الأمني وقائد شرطة حرس الحدود للمنطقة الأولى وعددا من الضباط. تترقب البلاد في الفترة المقبلة إنشاء وتنفيذ آلاف الكيلومترات من الطرق الخارجية والدولية الموازية للطرق الحالية والتي ستنفذ بنظام الاستثمار، وتقسم عائداتها عن طريق الجباية إلى ثلاثة أقسام: للمستثمر والصيانة ولخزينة الدولة. ويتوقف إنشاء هذه الطرق الموازية على إقرار قانون الطرق والجسور الموازيين الجسرية الذي أعده مجلس النواب منذ الدورة السابقة، وهو في طور المناقشة لإقراره من أجل الشروع بهذه الخطة الاستثمارية الناضجة التي لاقت نجاحاً في عشرات الدول. شهد سعر العقارات في محافظة أربيل ارتفاعا كبيرا، بينما أصبحت المجمعات السكنية سواء داخل المدينة أو في أطرافها هي الأكثر جذبا للمواطنين بشكل عام. ولم يعد بإمكان محدود الدخل في أربيل الحصول على شقة أو دار في العاصمة بسبب الارتفاع الكبير في أسعار العقارات في ظل مناشدات مستمرة لتوفير منازل بأسعار معقولة. وقال الباحث والمختص بالشأن الاقتصادي عبد الله أحمد للصباح إن أهم العوامل التي تساعد على ارتفاع أسعار العقارات في المدينة بشكل عام تتمثل بالأمن الذي يسود أقليم كردستان، فضلاً عن الإجراءات والتعليمات الميسرة من قبل حكومة الأقليم والجهات المختصة من أجل تسهيل جذب المستثمرين في قطاع السكن سواء من داخل البلد أو خارجه. نتوقف عند آراء. اخترنا لكم مقالا بعنوان ملفات القطاع الزراعي وتداخلاته للكاتب ياسر متولي، تقرأه الزميلة بشرى حسين. نتابع. ملفات القطاع الزراعي وتداخلاته للكاتب ياسر متولي. بينما تنشغل دول العالم بملفات التغيير المناخي والاحتباس الحراري ونقص الغذاء ونزاعات المياه وغيره من الموضوعات ذات الصلة، تنصب اهتمامات حكومة السودان في مجالات مختلفة تتعلق بإعادة ترتيب البيت العراقي نظراً لحجم التركة الثقيلة التي استلمها جراء أكثر من عقدين مضت على مرحلة التغيير في العراق. ما يعنينا هنا التركيز على الجانب الاقتصادي الذي هو الأهم في حسابات معالجة الأزمات والتحديات، وبالتوازي مع انشغال الحكومة بملفات مكافحة الفساد وتنشيط الجانب الخدمي ومعالجة البطالة، وهي ملفات مهمة وضرورية، فلا بد من إيلاء الملف الساخن والمتعلق باهتمامات دول العالم والخاصة بالبيئة والانبعاث الحراري والتصحر. يضيف الكاتب من جانب آخر، فإن الحرب الأوكرانية الروسية قد أثرت كثيرا في توسيع ظاهرة نقص الغذاء وانحسار تصدير الحبوب الاستراتيجية. من أجل ذلك تأتي دعوتنا لعدم إهمال ملفات المناخ والزراعة والمياه، وأن تتصدر هذه الملفات بالمتابعة
من قبل الحكومة لما تتضمنه من علاقة وثيقة وجدلية بحياة الشعوب وذات جدوى اقتصادية متفوقة. في ختام هذا المقال، أما الجانب الآخر فهو الذي يكتسب ذات الأهمية، هو القطاع الزراعي، والذي يعتبر المصدر الأساسي لمكافحة التصحر ومعالجة نقص الغذاء، إلى جانب إسهامه في خلق فرص عمل كبيرة تستوعب أيادي عاطلة بحاجة إلى هذه الفرص. الجانب الآخر هو معالجة مشكلة المياه وتناقص الموارد المالية باستخدام سياسات منتظمة تبنى على أساسها علاقات التعاون مع دول الجوار المتشاطئة على مصادر المياه، ما يتطلب تهيئة وإعداد مفاوضين يمتلكون خبرة متكاملة في إقناع الجانب الآخر، وفرض الشروط لتحقيق التوازن في مجال تبادل المصالح بين البلدين على أساس التعامل بالمثل. شكرا لزميلة بشرى حسين. نطالع صحيفة الزمان، أبرز ما جاء فيها: كشف البنك المركزي عن ارتفاع احتياط العملة إلى أكثر من 90 مليار دولار، وأكد وجود فرصة لتعويض أصحاب الرواتب القليلة من المتقاعدين والفئات الهشة بالمجتمع. وقال مستشار البنك حسان شمران الياسري في تصريح أمس أن احتياط البنك وصل إلى أعلى مستوياته بقيمة تتجاوز 90 مليار دولار، وأضاف: ما نعول عليه ليس احتياطي البنك، وإنما أداء المالية العامة التي تنعم بوفرة كافية من الأموال، مؤكدا أن المركزي هو مؤسسة لإدارة السياسة النقدية في البلاد والتدخل لإصلاح المشاكل التي تتعلق بسعر الصرف وغيرها. في الصفحة الأخيرة: يتوقع أن يعلن منظمو جولدن جلوبال 2 قائمة الترشيحات للجوائز التي توزع في مطلع السنة المقبلة، آملين في فتح صفحة جديدة بعدما تعرضت النسخة الأخيرة لمقاطعة الأوساط السينمائية بسبب فضائح فساد وعنصرية وتحيز جنسي طاولتها ودمرت سمعتها ومكانتها. ويشكل توزيع هذه الجوائز بداية موسم المكافآت السينمائية في الولايات المتحدة، وكانت في العادة الأكثر استقطابا للمشاهدين بعد احتفال توزيع جوائز الأوسكار، لكن رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود التي تتولى مهمة لجنة التحكيم في جولدن جلوب تواجه أزمة كبيرة منذ ما كشف في مطلع السنة 2021 عن ممارساتها المشبوهة. في الزوراء، أعلنت هيئة المنافذ الحدودية تطبيق نظام الأتمتة في أغلب المنافذ الاتحادية ومغادرة الورق في التعاملات، فيما كشفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن تداول أكثر من 120 ألف وثيقة إلكترونية بينها وبين الوزارات. وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة المنافذ الحدودية عضو خلية الإعلام الحكومي علاء الدين القيسي في حديث للزوراء إنه تم تطبيق نظام الأتمتة الإلكترونية في أغلب المنافذ الاتحادية، والبالغ عددها 23 منفذاً، وبجهود ذاتية وبإشراف رئيس الهيئة اللواء عمر الوائلي، مبيناً أن بعض الشركات طلبت ملايين الدولارات لتطبيق هذا النظام، لأنه بجهود الهيئة الذاتية تم تطبيق هذا النظام. وجه رئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السوداني بأن يكون 25 كانون الأول عطلة رسمية بمناسبة أعياد الميلاد، وفيما قرر مجلس الوزراء إعفاء مدير تربية الرصافة الثانية من منصبه، وافق على مشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية السعودية. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته الزوراء أن رئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السوداني ترأس أمس الثلاثاء الجلسة الاعتيادية الثامنة لمجلس الوزراء، وتم خلالها بحث مجمل الأوضاع العامة في البلاد ومناقشة أبرز القضايا والملفات الخاصة بالجانب الاقتصادي والمعيشي للمواطنين، إلى جانب التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها.
استقرت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد وفي أسواق أربيل عاصمة أقليم كردستان أمس الثلاثاء. وقال مصدر إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في العاصمة بغداد سجلت صباح أمس سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي بلغ 335 ألف دينار، وسعر الشراء 371 ألف دينار. وأشار إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي. أما في الصباح الجديد، بدأت هيئة النزاهة أمس الثلاثاء حملتها الوطنية للإبلاغ عن الفساد، داعية جميع المواطنين إلى المساهمة الفاعلة فيها والتعاون من الهيئة أو مع الهيئة في مكافحة الفساد وملاحقة مرتكبيه. وذكرت الهيئة في بيان إن الهيئة أطلقت الحملة الوطنية للإبلاغ عن الفساد بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد، مشيرة إلى أنها ترى الشعب مصدر القوة الأساسي في مكافحة الفساد والقصاص من كبار الفاسدين. ودعت الهيئة المواطنين للاتصال بالهيئة عبر وسائل الإبلاغ المختلفة. أعلنت وزارة الموارد المائية أمس الثلاثاء أن نسبة الإيرادات المتحققة من الأمطار والسيول بالفترة الماضية تسببت بتحسن الواقع الإروائي، وفيما أشارت إلى أن الشح المائي لا يزال قائما. كشفت عن اتفاق عراقي تركي يتعلق بزيادة الحصص المائية. وقال المتحدث باسم الوزارة علي راضي ثامر في تصريحات صحفية أن الشح المائي لا يزال يؤثر على الواقع الإروائي في العراق، وهناك فراغ خزني كبير نتيجة قلة الإيرادات المائية سيما في نهري دجلة والفرات، مبينا أن أسبابا عديدة تقف وراء الشح المائي، منها فنية بسبب توسع تركيا في إنشاء السدود والخزانات والمشاريع الإروائية، إضافة إلى التوسع السكاني الكبير، فضلا عن التأثيرات الطبيعية التي تتعلق بطبيعة السنة المائية والتغيرات المناخية التي أثرت في العراق بشكل كبير. أما في صحيفة المدى نطالع فيها، كشفت قيادة العمليات المشتركة عن مقتل أكثر من 200 إرهابي بواسطة سلاح الجو منذ مطلع العام الحالي، مؤكدة أن أغلبهم من قادة الصف الأول لتنظيم داعش الإرهابي. وتحدثت عن استمرار التطور على صعيد المعلومات الاستخبارية وتعاون أهالي المناطق المحررة. وقال المتحدث باسم القيادة تحسين الخفاجي أن القوات المسلحة العراقية لديها استراتيجية للتعامل مع التنظيمات الإرهابية، لا سيما بعد مرور 5 سنوات من الانتصار على داعش. وأضاف الخفاجي أن هذه الاستراتيجية يتم تحديثها وفق متغيرات تحديات الإرهاب، مشيرا إلى عمليات عسكرية مهمة يتم تنفيذها من وقت إلى آخر ضد عناصر داعش. ولفت إلى أن هذه العمليات تكون إما عن طريق ضربات جوية محكمة ودقيقة بناء على معلومات استخبارية، والقوات البرية التي بدأت تلمس تعاونا كبيرا من أهالي المناطق المحررة في تقديم المعلومات. تسبب تخطي سعر الدولار حاجز 150 ألف دينار خلال الأسبوعين الماضيين بتخبط الأسواق المحلية، ما دفع أعضاء من مجلس النواب إلى إمهال البنك المركزي أسبوعاً لمعالجة التخبط وتفادي الذهاب لخيارات أخرى داخل قبة البرلمان. وعزى نواب ومختصون أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار إلى عقوبات فرضها البنك الفيدرالي الأمريكي على مصارف عراقية، فيما توقعوا عودة السعر إلى ما كان عليه خلال الأسبوع المقبل. ويقول عضو مجلس النواب سالم العنبكي في حديث للمدى أن قسما من المصارف
فرضت عليها بعض العقوبات، وتلك العقوبات تسببت بارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق المحلية. وتوقع العنبكي عودة أسعار صرف الدولار إلى طبيعتها من 146 دينار إلى 148 دينار لكل 100 دولار خلال الأسبوع المقبل. أما في الصحف العربية، الرأي خارجيات أتاح مؤتمر دولي لدعم أوكرانيا، استضافته باريس جمع هبات بنحو مليار يورو لمساعدات السكان في تحمل فصل الشتاء بعد أن دمرت الضربات الروسية منشئات الطاقة فيها. وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا أن قيمة المساعدات تبلغ حتى تفوق مبلغ 800 مليون يورو الذي طلبه الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي. وأضافت في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الأوكراني يانيس شميهال: في الواقع أنا سعيدة لإعلان أننا نتجاوز هذا الرقم ونقترب من المليار يورو. وأوضحت الوزيرة الفرنسية أن من أصل مبلغ المليار يورو ستخصص 415 مليونا لقطاع الطاقة، و25 مليونا للمياه، و38 مليونا للغذاء، و17 مليونا للصحة، و22 مليونا لوسائل النقل، فيما يتم تقسيم المبالغ المتبقية ويبلغ 493 مليونا، مضيفة أن ذلك يشمل تبرعات عينية أو نقدية. أما في الإهرام، عرب وعالم، إيران والهند تؤكدان ضرورة توسيع نطاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات. بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد الهيان مع نظيره الهندي إس جاي شانكار هاتفيا القضايا الأقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم التعاون بين البلدين. وذكرت الوزارة في بيان أن الوزيرين أكدا ضرورة توسيع نطاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وأشارت أن الوزير الإيراني أكد ضرورة متابعة الاتفاقيات الثنائية الرامية إلى توسيع نطاق العلاقات بين طهران ونيودلهي. وأضاف البيان أن وزير الخارجية الإيراني أشار إلى المستوى الجيد للعلاقات والتعاون بين البلدين، وأعرب عن وجهة نظره بشأن التعاون الثنائي والدولي بين البلدين. كان نائب وزير الخارجية الإيراني علي باغيري قد زار الهند خلال الشهر الماضي في إطار المشاورات بين البلدين، وأعرب عن استعادة بلاده لتلبية احتياجات الهند من الطاقة. في الصحف العالمية الاندبندنت، الولايات المتحدة تجهز خططا لإرسال منظومة باتريوت لأوكرانيا. تضع الولايات المتحدة اللمسات النهائية على خطط لإرسال منظومة صواريخ باتريوت الدفاعية إلى أوكرانيا، وربما يعلن عنها هذا الأسبوع على أقرب تقدير، وفقا لما نقلته وكالة رويترز عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين. تطلب أوكرانيا من شركائها الغربيين دفاعات جوية، منها أنظمة باتريوت أمريكية الصنع، لحمايتها من أي قصف صاروخي روسي ثقيل بما يشمل القصف على البنية التحتية للطاقة. وتصنع أنظمة الدفاع الجو الأرضية مثل منظومة باتريوت التي تصنعها شركة رايثيون تكنولوجي لاعتراض الصواريخ. قال مسؤولان تحدثا بشرط عدم ذكر اسميهما أن الإعلان قد يأتي على أقرب تقدير يوم الخميس، ولكن ما زال بانتظار الموافقة الرسمية من وزير الدفاع الأمريكي لويد وستن والرئيس جو بايدن. في الخبر الأخير، نيويورك تايمز: دبي الوجهة الصاعدة الجديدة للمطاعم الراقية. أعلنت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن إمارة دبي هي الوجهة الصاعدة الجديدة للمطاعم الراقية، متجاوزة بذلك وجهات شهيرة مثل نيويورك. وأشارت الصحيفة إلى أنه يعمل في الإمارة 13 ألف مؤسسة في قطاع المأكولات والمشروبات، متجاوزة بذلك وجهات شهيرة مثل نيويورك. وبحسب الصحيفة فقد تمكن 16 مطعما في دبي من الظهور على قائمة أفضل 50 مطعما في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسجلت بعض مطاعمها حضورا عالميا.
ختاما نشاهد كاريكاتير الصباح. مضيادين. شكرا لطيب المشاهدة أحبتي المشاهدين، نختم معكم مع صابرين وعادل.